وأصلح بالهم وأصلح بالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Barokallahu mulai hafal. Ya, ini dua ayat dalam berapa menit? Tiga baris ya. Tiga baris kira-kira 15 menit ya, masyaallah. Ya, Umi sekarang. Alladzi. Oh, suaranya ini mantul ya? Kalau enggak seperti ini. Suaranya mantul. Suaranya lagi. Suaranya mantul. Hah? Suaranya. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Ulang ya. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Udah ya, jadi 3 baris dalam 15 menit. Ayo kita besok bergabung ya untuk hafalan bareng surat Muhammad bersama anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu lah ya.